الصقر احمد حسن يعمل ايه بقى؟ تشوفه؟ مهم نشوف الصقر. المباراه اللي جايه عارف انت لما بتبقى ايه؟ مش طالب من اللعيبه غير ان هم يظهروا بشكل كويس، وده المطلوب دلوقتي بالنسبه للدوري. طبعا يحاول ان هو يلعب على مكسب، لكن في النهايه في الحياه حاجه اسمها منطقيه. المنطقيه دي اللي هي فريق من الفرق القويه جدا بيتمتع بافضل لعيبه موجودين في العالم، عندهم احسن لعيب في العالم ليفاندوفسكي طبعا، عندهم احسن حارس مرمى في العالم، عندهم اطراف من اقوى الاطراف الموجودين، جنابري وبالظبط فاقصد فرقه طبعا فرقه من الفرق الجيده، انما مباراه نستمتع بيها، مباراه النادي الاهلي يثبت ان هو فريق كبير، يثبت ان هو احد اكبر الانديه في الوطن العربي وفي افريقيا، فاللعيبه تستمتع، يعني اللعيبه في جزء من المباراه ان هي اللعيبه تستمتع. احنا هنلعب مباراه من وجهه نظرك للمتعه، ولكن المفاجات ورد. طبعا المفاجات ورد طبعا، يعني اكيد 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 المفاجاه، كره القدم فيها كل شيء، وفي النهايه احنا عندنا لعيبه كويسه. طبعا هم عندهم لعيبه كويسه، بس في النهايه زي ما قلت لك لازم يبقى في نوع من انواع الثقه، نوع من انواع الاستمتاع، نوع من انواع ان انا فعلا بلعب في نادي ليه قيمته وليه تاريخه وليه جماهيريته، واعتقد ان هيكون في مسانده كمان جماهيريه بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. ولكن ماسوماني كمان لازم يبقى واقعي، يعني لازم يلعب بطريقه لعب وبشكل مختلف، وان كان اللي وجهه نظري ان ايه المشكله نلعب بليبرو مثلا في المباراه دي. يعني انا شايف ان ممكن بدر بنون يلعب ويلعب اثنين قدام مستبرات، يعني ويعتمد على الكاونتر اتاك مثلا بالنسبه بواليا، واثنين تحتيه مثلا صراع، وان هو يقفل خطوطه بشكل كويس، لان انا اعتقد في المباراه اللي انا شفتها الاخيره كمان لازم يكون في مسانده لمحمد هاني. الصقر احمد حسن بقى لا دخل علينا بحاجه جديده قديمه وغير متوقعه، وقال لك انا لما اكون بلاعب بطل العالم مش عيب ان انا ارجع لقديمه والعب بليبرو. هو ممكن نلعب بليبرو؟ طب هو الناس ليه اصلا لغت فكره الليبرو؟ علشان تزود الجانب الهجومي. ها؟ وانه لاعب معطل. طب هو انت لما تبقى يعني كاشش من فرقه هل ممكن ترجع تلعب بليبرو؟ وانت رايك ايه؟ تصدق وجود بدر بنون هو حدد الاسم ده. وجود بدر بنون يحسسك ليه لا؟ ده شكله اصلا الراجل زي عماد النحاس اتخلع عشان يكون هو ستايل ليبرو. معلش بس طبعا فينا. عشان طريقه الكوره خلاص ما بنلعبش بليبرو، لكن الحقيقه اتفضل. لا انا عايز اقول لك هنا هنقف شويه مع ما قاله الصقر، لان فكره انك تلعب بليبرو ممكن ناس كتير تقول لك ليه لا، لكن دي ما تدكش حق يا استاذ ابراهيم. انا لما اكون فرقه وابتدي العب بليبرو ما تخلينيش غصب عني ابتدي انكمش واحس ان انا خايف. لا هتفقد لاعب، تفقد لاعب فكره الليبرو، لاعب اذ ربما سرد بكات تخطئ فتلاقي حد يغطي، طب لو ما اخطاوش يبقى الراجل ده بره الجيم. يعني انت عايز الليبرو معطله من الاخر؟ لا طبعا مش مع الليبرو، مش مع الليبرو. طبعا مش مع الليبرو بالذات، لانه بدر بنون اللي انت كان ممكن قدراته ستايل ليبرو، لا هو الراجل سرد باك ما شاء الله عليه، بيبدا كوره من تحت كويس، عنده حسن توقع كويس، كتر كويس جدا في الرقابه، كويس قوي في ضربات الراس، يعني ما شاء الله مدافع دولي بجد، مدافع دولي مغربي كبير. هنا الصقر ما سابش احتمال، هو أحمد يعني هو غطى لك كافه الاحتمالات بالظبط. هو احمد اتكلم في ثلاث نقط مهمين جدا. النقطه الاولانيه انه علينا ان احنا نحط حذرنا الدفاع الكافي حتى لو احتاج الامر كده، مش عيب. عايز اقول لك ما تحرجش ما تتكسفش مش عيب صحيح. لكن في المقابل ما هو انت في غير ديت قال لك اللعيبه موسيماني لازم أن يكون واقعي، ولا انا متاكد منه انه اسلوب لعب الاهلي هيكون فيه منتهى الواقعيه، وما اعتقدش انه موسيماني هيغامر او هتضرب منه فكره معينه، هتلاقيه في منتهى الحذر ومنتهى الاحترام، وفعلا زي ما عماد متعب هتلاقيه لا مقفل كويس قوي. طيب ما احنا عايزين نكمل بقيه التشكيل الاراء. طيب ما هو انت ما عندكش اختلاف بنسبه كبيره جدا على الشناوي ان شاء الله، وفي افضل حالاته بسم الله ما شاء الله عليه، ما عندكش خلاف. محمد هاني المباراه اللي فاتت الناس كتيره اتكلمت على انه الناحيه بتاعته اليمين كان فيها ضغط كتير جدا، وموسيماني لما اتكلم عليها قال لك كان يجب ان احنا نعمل مسانده دفاعيه اكتر شويه للناحيه اليمين، ما تمتش بشكل كويس. طب انا ممكن الباص الطويل كمان كان بيتقطع،
فبيرتد علينا هجمات كلها من ناحيه اليمين. عايز اقف عند محمد هاني في الحته دي، لانه كان في ضغط عليه جامد. كل الناس لما جت اتكلمت قالت ان اخطر لعيبه هي اللي هتلعب ناحيه الجانب الايمن بتاعنا، او اللي لعبت دودو ده وجونسون. مش اسمه جونسون؟ ادميلسون في الرايت ودودو في الشمال. بس لا، ورجع تاني حد تاني برضه. يعني هم قالوا واجه الاسرع والاخطر. طب اما انتم عارفين انه واجه الاسرع والاخطر، ولما مستر موسيماني يعني يعترف انه كان يعني لم يلقى المسانده اللي تخليه، وبعدين لما نشوف انه كل الليله دي كلها عشان مرتين ولا حاجه في الماتش حصل ان حد جري منه. انا ارى يا جماعه ان هاني واحد من اهم اللعيبه في النادي الاهلي طبعا، لانه تنوع البوزيشن زيه زي ايمن اشرف ما بيلعب في الشمال، هاني بيعمل كده من ناحيه اليمين، واللي جاي بالنسبه له هيكون كده برضه افضل لانه مهاري منضبط. لكن في فوارق بدنيه ساعات غصب عن اي حد، يعني يعني فارق في مصدر خطوره الفرقه انت. يعني